بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد مع بعض حل الواجب الخاص بالمادة M180 للسبرينج سمستر 2019-2020. ناخد السؤال الأول والثالث والرابع في فيديو، والسؤال الثاني لوحده في فيديو. السؤال الأول بيقول لك given the following matrix which represents an output of a certain code. You are asked to write a complete Java program. عايزك تكتب برنامج كامل defining two dimensional array. هتعرف two dimensional array and using the nested loop. تستخدم nested loop اللي هي الفور لوب المتداخلة that produces above matrix as an output. خلي بالك قلك ان هي produces يعني بتنتج الماتريكس دي، يعني ما تروحش تحط له الارقام دي 1 2 3 4 5 3 تقعد تحطهم له في ماتريكس، لا هو عايز اللوب نفسها هي اللي تعمل produce او انتاج للايه للماتريكس. run the code and include a snapshot of it and the output. طبعا مطلوب منك هنا في السؤال ده سناب شوت او سكرين شوت. خلي بالك you need to find relation between الاي والجي. اهو هنا بيقول لك خلي بالك لازم تلاقي علاقه بين الاي والجي. طبعا في علاقه فعليا بين الاي والجي، وهي اللي انا خلتني وصلت لحل معين. العلاقه اللي هي ايه؟ لو جيت تلاحظ هتلاقي ان الاثنين في 3 ب 6، التلاتة في خمسة بخمستاشر. هي دي تعتبر العلاقة بين الاي والجي. العلاقة بين الاي والجي اهو، يعني انت بتشوف حاصل ضرب الصف مع العمود. عندك مثلا ده تلاتة لو ضربتها في اربعة اهو تقاطعهم مع بعض هيدي لك اتناشر، تمام؟ فدي علاقة الاي مع جي، الاربعة والخمسة تقاطعهم مع بعض هيدي لك 20، اربعة في خمسة بعشرين. اذا هي علاقة ضرب الايه؟ الاي في الجي. طيب لازم تضيف سناب شوت او سكرين شوت. الاجابة هتلاقيها موجودة هنا. طبعا انا شفت اكتر من اجابة، ممكن شفتها على جروبات او حاجات زي كده، او الطلاب حطوها في السؤال ده بالذات. قد يكون لي اكتر من اجابة، بس دي الاجابة اللي انا حليتها بنفسي. تمام، انت احنا عملنا اهو، عملنا مثلا دي 2 دايمنشن اري، حطيتها 6 في 6 على اساس ان هننتج نفس العناصر بالظبط، وعملت فور لوب المتداخله واحده منها اي وواحده منها جي، وحبيت اعمل فاريبل جديد. عملت فاريبل جديد اللي هو اسمه دبل كاونتر. دبل كاونتر ده عشان يعمل عمليه دبل كاونتر، اول مره هتبقى واحد وكل مرة هتزيد اتنين، خلاص؟ فجينا هنا قلنا دبل كاونتر، لو جيت تلاحظ هو أول مرة دبل كاونتر بكام؟ بواحد. فلما هيدخل هنا هيتضرب كل مرة في الجي، فأول مرة هيبقى واحد، واحد في واحد، واحد في الجي، ما هو أول مرة دبل كاونتر بواحد، هيتضرب هنا واحد في واحد بواحد، وبعدها اتنين، وبعدها تلاتة، وبعدها أربعة، وبعدها خمسة، بعدها 6، اتوقع هو لحد 5 بس. انا طبعا عامله من 1 ل 6 لان هم 5 عناصر، تمام؟ طيب يبقى هيعمل من 1 ل 5، 1 2 3 4 5، تمام. في اللفة اللي بعدها لو جيت تلاحظ هتلاقي ان الدبل كاونتر ده بيزيد باتنين، فاصبح الدبل كاونتر بدل ما هو واحد هيزيد باتنين فهيبقى تلاتة، تمام؟ فهتضرب تلاتة في واحد بتلاتة، تلاتة في اتنين بستة، تلاتة في تلاتة بتسعة، تلاتة في اربعة باتناشر، تلاتة في خمسة بخمستاشر. في المرة اللي بعدها الدبل كاونتر هيزيد باتنين فهيبقى خمسة، اصبح مش تلاتة اصبح خمسة، فهيبقى 5 في 1 ب 5، 5 في 2 ب 10، وهكذا. خلاص لحد ما يخلص اللوب بتاعتنا. اه هو عايزه يكون بالشكل ده. تعالوا كده نجربه. نجي النتيجة اللي احنا وصلنا ليها واللي هو عايزها منك في السؤال. ده بالنسبة للسؤال الأولاني. مطلوب منك طبعا انك تحط سكرين شوت. خلاص. للاوتبوت. بالنسبه للسؤال الثالث هو سؤال ريكيرجن، بيقول لك write a complete program that includes a recursive java method اللي هو product of digit.
that take an integer number as input and return the product of its digits recursively. على سبيل المثال لو انت عندك 1 3 5 7 هياخد الديجيتس اللي هو الواحد لوحده والثلاثه لوحده والخمسه لوحده والسبعه لوحده. لازم تدور على طريقه تفصلهم عن بعض وبعدين تضربهم في بعض 1 في 3 في 5 في 7 فالنتيجه طلعت 105. فاجابه السؤال الثالث ايه؟ اتوقع يمكن انا حليتها بطريقتين لان الكلام ده كان ايام يعني. ف تعالوا نشوف. انا حليتها بطريقتين تمام. تعالوا نشوف طريقه منهم نشوف بتيجي ازاي عشان تعرف طريقه الريكيرشن. هو مبدئيا قبل ما نبدا لو عندك مثلا 1 3 5 7 الخانه دي هي خانه الاحاد. خانه الاحاد دي دايما عشان نحصل عليها بتعمل مودلس 10. اي رقم في العالم مودلس 10 يطلع لك خانه الاحاد ويقول لك اتفضل يا فندم خانه الاحاد اهي. بس في مشكله، هنحصل على السبعه بس مش هنتخلص منها عشان نقدر نوصل للخمسه. طب عشان نتخلص منها قال لك اي عدد في العالم عشان تتخلص من خانه الاحاد بتاعته بتقسمه على 10. لو قسمته على 10 بيروح يحذف لك العدد ويفضل عندك الباقي اللي هو 135 تاخده تعمل له مودلس 10 وترجع تعمل له عشان تاخد الرقم 5 وترجع تقسمه على 10 فيحذف لك الرقم ده وهكذا لحد ما تخلص الارقام. يبقى انت عايز عمليه ايه؟ عايز عمليه المودلس اللي هتجيب لك خانه الاحاد وعايز عمليه القسمه اللي هتحذف لك خانه الاحاد اللي هما العمليتين دول الاثنين دول. كل عدد من الاعداد هتيجي هنا هتيجي على العدد تقول له الان مودلس 10 دي هتجيب لك خانه الاحاد عشان تقدر ان انت تضربها تعمل لها عمليه ضرب. لو جيت تلاحظ هناخد المود اهي ونروح نضربها في المالتي اللي هي القيمة اللي قبل كده بحيث ان احنا نخزن عملية الضرب. يعني احنا هناخد اول عدد اللي هو مثلا السبعة بنضربه على اللي قبل كده، ما كانش قبل كده حاجة، كان المالتي قبل كده واحد باين اهو خلاص. وبعد كده نرجع ناخد الخمسة فناخد الخمسة اللي هي المود نضربها في المالتي في السبعة. وبعد كده نرجع ناخد رقم جديد اللي هو الثلاثة نضربه فيهم، وبعد كده ناخد رقم جديد اللي هو الواحد ونضربه فيهم فأصبحنا ضربنا كله ببعض. السطر ده بيعمل كده. خلاص؟ بس في حاجة، السطر ده بياخد قيمة واحدة بس اللي هي خانة الآحاد. عايزين بعد كده نتخلص، يعني إحنا لما ناخد الرقم 7 ده عشان نضربه في القيمة القديمة محتاجين إن إحنا نتخلص منه، فعشان نتخلص منه لازم نقسمه على 10. فهو رجع استدعى الدالة مرة تانية اللي هي الدالة نفسها. بس لما استدعاها قال لك ان على 10. يعني نرجع مره ثانيه خد الان نفسها اللي هي 1 3 5 7 بس على 10 يعني تخلص من السبعه. فهيروح يتعامل مع العدد 135، هو اول مره خد السبعه. المره اللي بعدها راح قسمها على 10 فاصبح 135، هينزل تحت يعمل مود 10 فياخد الخمسه. ويرجع مره ثانيه يروح يبعت للداله اللي اسمها برودكت اوف ديجيتس اللي هي دي، هيبعت لها الرقم مقسوم على 10، فهيبعت لها الرقم مقسوم على 10 يعني محذوف منه الاحاد. وهكذا كل مره هياخد السبعه الخمسه الثلاثه الواحد ويضربهم في بعض وتطلع النتيجه النهائيه. يعني انا بشرح بسرعه ولكن اللي فاهم طريقه الريكيرجن واللي خد الدرس بتاع الريكيرجن هيكون فاهم الكلام ده معناه ايه. انا بفضل المثال ده. يعني هو انا بفضله لسبب تاني خالص، انه في المثال الاولاني انا عملت عرفت المتغير بره، اضطريت ان انا اعرف المتغير خارج الميثود. يفضل ان الميثود يكون يعني ايه في كل حاجه بشكل كامل. طبعا هما الاثنين شغالين وانت اختار اللي انت عايزه، عايز تحط له الحلين تحط له الحلين.